تسلم ايديكي. مش البيت اللي قصادنا سكن؟ اخدوه جماعه باين عليهم عيله، قادلهم اسبوعين. اوام تعبستي وجبتي قرارهم؟ ده احمد اللي بيقول لي الاخبار. واحده اسمها سكينه واختها اسمها ريا، متجوزه راجل كشر قوي. ريا وسكينه بتوع ظهر الكركون؟ ايوه. هو انت تعرفيهم؟ اعرفهم. كنت بخيط عندهم، عند ريا يعني، وسكينه اختها بتشتغل دلاله. قلتيلي؟ اصل احمد رخر مستغرب قوي للرجاله والستات الكتير اللي بيجوا عندهم. زباينهم بقى. زباينهم. ده ما كانش عيش وملح لما تعزله كده من غير ما تقولولي. انت يا بنت ايه حكايتك؟ كل ما بتقدمي كده بتحلوي زي الجبنه بومش. يوكتك ايه يا سكينه؟ ربنا يحزك. وانت ايه اخبارك يا عديله؟ احكي لنا، شغاله ولا عواطليه؟ عواطليه يا ريا، مركونه زي ازازه الخل، لا شغله ولا مشغله. يوه، امال الافراح يا اختي راحت فين؟ انا عارفه الناس بانهم بطلوا يفرحوا. بيخش سكتي. بيخش سكتي. هيعملوا ايه بس يا اختي؟ ما هم من غلبهم، ده الناس ناقص تعض في الارض من اليومين الناشفين دول. على قولك يا سكينه. بصي يا عديله، انا يا اختي مش عايزاكي تحملي هم حاجه. انا بكره شغلنا ده هلبسك منه ذهب في دراعك الحلو ده من هنا لهنا، والتاني ده رخر الحلو من هنا لهنا. بس انا ما نقدرش نيجي كل يوم هنا، بوز الاخس جثة تيتا. هنقول له ايه؟ نقول له ايه يا بنت؟ فتحي نفوك واسمعيني عادل. قولي له انك جايه تخيطش عندنا، او انني بنستلقط لك زباين. يا حمتي، زباين؟ ما نقدرش نقوله كده. يا غولبك يا ريا، زباين عايزين افراح، هو انا بقول لك اعملي حاجه بطله؟ دي ريا دي دماغها تتقل بالذهب، دي عليها تفاني. انا مش عارفه يا اختي كانت مخبيه كل ده فين. ما بدل ما انت قاعد كده عامل في وسط راسك اللي رايح واللي جاي، ما تجيب لك واحد نضور يقف على الامه ورايق. ليه؟ وانا ورايا ايه يا جدع؟ اديني قاعد على القهوه، واول ما اشوف حد من البوليس بزعق على الزباين اللي بيلعب كوتشينه يبطل. والله حاجه عجيبه، ناس بتلعب كوتشينه وبفلوسهم، ايه البوليس ماله مالهم؟ قال ايه؟ مش عايزين دوشه وخناق ووجع دماغ، لا ولازم رخصه، زي اللهم احفظنا الخمارات والبيوت البطاله. أعوذ بالله، ربنا يكفينا شرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مين؟ ها؟ أنت مين؟ أنت اللي مين؟ السلام عليكم. مين الجدع ده؟ ده سيدي عديل، يعني متجوز أخت الجماعة. بس أنا شايفه لا مؤاخذة بيجي يوم ويخيب يوم. أصل هو بيشتغل في مكتب قطن وبيطبق ورديتين، ما انت عارف الرزق خفيف والرزق يحب الخفيه. انت هتقول لي القهوه اهي ما بتجيبش رزقها؟ انا عارف الحال ده هيفضل واقف لحد امتى؟ الناس بقت بتموت من الجوع. بقول لك ابو حميد، انا بفكر اروح اشتغل في السلطه، اهو برضه اكسب لي قرشين. جرى يا حسب الله، انت هترمي نفسك في النار؟ ده اللي بيروح هناك ما بيرجعش. ايوه، بس اللي بيرجع بقى لا مؤاخذه بيرجع محمل. يعني عاجبك وقف الحال اللي احنا فيه ده؟ اصلا اشتريت حتتين قماش عشان اعملهم جلابيتين، هنخش نجيبهم لك. من عيني. من عينيكي بقى هتخيطي لها الجلاليب ازاي؟ هو انت تعرفي في الخياطه؟ مفيش دعوه، اني هنتصرف، بس عشان خاطراني انزلي معايا يا حبيبتي، الا زمان هيموتوا نفسهم عليكي. وهنقول لاختي ايه؟ قولي لها انك جايه معايا تشوف الحاجات الجديده اللي جايبها سكين. يا سلام، ولو شبطت بقى وقالت اتفرج معاكو، ساعتها هيبقى فيها ترتيب تاني. اني هنقول لها سكينه خرجت توسع حاجات على زباينها. ده انت عليكي نفوخ. ايه؟ اهم ايه القماش كفايه؟ اني عايزه جلابيه تانيه نقيس عليه. بس ما تعمليليش زيها، اني عايزه تفصيله تانيه. ايوه يا اختي، عارف الصدر مفتوح وبكلوشه. عمرك اطول من عمري، هو ده اللي اني عايزاه. حلوه ريا دي يا عديله. ريا شاطره قوي، اللي يخيط عندها
مش ممكن يروح لحد تاني ابدا. ما يسلهاش. ما نتحرمش منك يا حبيبتي. طب نقومي بقى. ما لسه بدري يا حبيبتي. معلش اصل انا عندي شغل ياب. اني هنيجي معاكي علشان نشوف الحاجات اللي جابتها سكينه. بس ده سكينه في سوق الجمعه تلاقيها لسه ما رجعتش. انت مش بتقولي انها راحت من الفجر؟ زمانها رجعت. لو كنت فاضيه كنت هنيجي معاكم نتفرجوا. الا ورايا غسيل وطبيخ. معلش يا حبيبتي جايات كتير. هيخلصوا امتى دول يا ريا؟ فوتي الجمعه بعدها التلات. ما قلتليش اجرتهم كام؟ بعدين يا ستيتا. يلا يا ريا عشان ما نتاخرش. اصلا يا عايزه نلحق الكهربا. فوتك بعافيه يا ستيتا. اهلا اهلا اهلا. انت مش ملاحظ حاجه يا معلم حسب الله؟ حاجه ايه يا ابو حميد؟ يعني الجماعه بتوعك واختها خدوا قوي على الجماعه بتوعي واختها. ربنا يديم المعروف. الجار للجار ستر وغطا. لا مؤاخذه كمان لما يبقوا جيران كده حلوين زيكم الواحد يتشرف بيهم. انتوا عوقتوا كده ليه؟ الزباين قاعدين جوه يجي لهم نص ساعه يختي على حامي ولا على بارد. خدي دوب. ايه دوب؟ ما تاخدي يا وليه بعدين نفهمك. بنقول لكم ايه؟ خلصونا اوام. احنا برضو اللي هنخلصوك يا اوام يا وليه. بره منك يا سكينه انت. الواحد يا اختي ما يعرفش ياخد معاكي لا حق ولا باط. ايوه عليكم انتوا الاثنين اقعدوا هزروا والناس تنفلق جوه. يلا يا اختي. يلا اعملي لك همه يا عديل. يلا يا اختي عشان تلحقي الكهربا. يعني الدلعات يا عرابي ما ميلش عليكي واداك العلوان. وطي حسك يا اختي. الراجل نايم جوه يسمعك اروح في توكر. هو لسه بعافيه زي ما هو يا اختي. كبدي عليه ربنا يزيح عنه. اسره ريا بعتلك الحتتين دول وبعتلك معاهم جلابيه مقاس. عايزاكي تعمليهم كده جلاليب يا اختي مش اخلعين كده بكرانيش وعلى العريان. طب وجايبه جلابيه ليه؟ ماني عندي مقاسها. ما هم مش ليها، دول بتوع واحده معرفه كانت هتوديهم لحد تاني خياطهم لها. قالت لها ان انتي احسن خياطه ما فيش منك اتنين في بحر. يا اختي ان شاء الله يخليها يا رب. بتقول لك خلصيهم بسرعه احسن. هي اتفقت مع الزبون انهم هيخلصوا بعد 4 ايام. ومالها مستعجله ليه؟ ايه ما عندهاش غيار ولا ايه؟ لا يا اختي وانتي الصادقه عندها جوز عينه زايغه عاوزه تلبس له بقى كده وتزغلل عينه. الا قوليلي انت يا اختي ما كانش في بينك وبين عربي حاجه؟ فشر قطع لسان اللي يقول كلمه. ده انا يا اختي ما صدقت انه غار من وشي. طب ما تيجي كده تزورينا ونقعدوا مع بعض قعده انس. انت مش بتحبي تشربي؟ اشرب؟ اشرب ايه يا اختي؟ شوف يا اختي الولية هترسمهم عليا. تعالي انت بس يا اختي وهاتي الحتتين في ايدك وانا هنبقى نقول لك تشربي ايه. الأشرب إيه قال؟ إيوة بس اللي داخل عندهم أكتر من اللي خارج نسوان ورجالة. ما انت راسي إن ريا خياطة واختها دلالة. ده غير قرايبهم. هي عديلة ما قالتلكيش عنهم حاجة؟ بتشكرلي فيهم وما شافتش منهم حاجة وحش. إيوة مش عارف بس أنا برضو مش مستريح. الراجل اللي اسمه حسب الله ده قاعد معايا طول النهار على القهوة بيشرب مشاريب يجيب 3-4 قروش كل يوم. الفلوس دي كلها جايبها منين؟ هو ما قالكش بيشتغل ايه؟ بيشتغل بيقول صاحب ملك. ملك ايه ده اللي يخليه يجيب بيت بالشكل ده؟ انا هتمخول. خد يا عبد العال لفيت لك سيجاره. لا مش كيفي. طيب شوف يا عبد العال عشان الكلام يبقى قدامك. عايز تقول ايه تاني يا حسب الله؟
الكلام ده مش كلام، ده كلام الجيران. ابو الشام جوز اخت البت عديله سالني ايه صفه عبعال. يعني جت على عبعال؟ ما سالكش ليه عن اللي داخل واللي خارج؟ اصل اللي داخل واللي خارج ما بيدخلوش ويخرجوا كل يوم يا عبعال. انت بتلف وبتدور على ايه يا حسب الله؟ هات اخرك. اني لا بنلف ولا بندوره، بس احنا بقى لا مؤاخذه مش قد كبسه تانيه من الكرهون. المره دي مش هيرحمونا. اني ما نقلقش من كل الكلام اللي بتقولوه ده، اني اللي نقلق منه حاجه واحده بس، لو احمد رجب رجع من السفر هيبقى ازاي الحال يا بنت الناس؟ ومين قال لك انه هيرجع؟ مين قال لي؟ هو مش باعت لك فلوس مع المحروس ده؟ أنا لا كنت شفته ولا نعرفوه، كل الحكايه شويه اونطه لاجل ما نعرف الغندوره ساكنه فين، لاجل ما نصالحها على الزفت محمد السداد. وبدل ما تصالحها على الزفت محمد السداد لهفتها منه، لا ونعم الرجوليه والشهامه. اذا جاك لعمة كل عشاء ما انتش احن من العماء. اطلع منها انت يا حسب الله، اني راضي وما فيش راجل دخل مزاجي زي عبد العال. ايدك ايدك. احب الزبيب بالمهلبي. يا قول بك يا راي، رجع احمد عبد العال هيبقى ازاي الحال؟ اسمه احمد رجب، ده الدلعادي عبد العال. هواني نقول طور تقولوا حلبوه؟ ماني بنقول لكم ان المحروس جوزي مش هيرجع تاني، اني سمعت انه مات هناك. طب يا اختي لما هو بصحيح فطس مستنيه ايه؟ ما تسحبي ابن بارم ديلو ده وتتجوزيه. اني مستعد نروح نتجوز الوقت. لا يا عبد العال يا اخويا، هو احنا هنمشي على مزاجهم؟ احنا نتجوزه وقت ما نحبه. طيب ما تروحوا الأول تتشطروا وتطلعوا شهادة وفاة للمخفي على عينه اللي مات، وبعد كده بقى نشوفه هنعمل ايه. عملنا اسود وغطانا وحل. السلام عليكم ست مريم. سي احمد، الحمد لله على السلام. اهلا يا اخويا، اتفضل يا مرحب. اخش بالولد. ايه يا جدع انت بقى؟ انت كل شويه تلعب بولد وست ولاد ولا ايه؟ ايه يا عم انت في ايه؟ ايه يا جدع؟ يا عم اتكل على الله، ما بتعرفش تلعب. ايه يا جدع انت؟ ماما ايه الخناقه دي؟ ايه الخناقه دي؟ اللي عايز يتخانق يروح يشوف قهوه ثانيه يتخانق فيها. الاهم مال يا بحري، مع السلامه. واللي عاوز يقعد هنا يقعد بادبه، ومش عايز يقعد بادبه مع السلامه. الحكايه مش ناقصه قطع ارزاق. بقول لكم ايه؟ لا انا مش ناقص شوشره، انا اللي فيا مكفيني. اللي يقعد بادبه اهلا وسهلا، ما يقعدش بادبه مع السلامه يتكل على الله من هنا يا اخوانا. اما حاجه غريبه قوي. مريم يا اهلا وسهلا. ده ايه الشقه اللي ولع البال دي؟ خطوة عزيزة يا حبيبتي، اتفضلي. جوزك رجع. أحمد رجب؟ هو مستني عندي في القهوة. أنا كذبت عليه وقلت له إني ما نعرفش العنوان الجديد، وقلت له إني هنجيبه من واحدة صاحبتي. أحيي، ده إيه الوقعة المنيلة بنيلة دي؟ هو عبد العال عندك جوه؟ لا لسه ما رجعش، بس عالم جاي. وهتعمل إيه؟ هنعمل إيه يعني؟ هنقول له على كل حاجة؟ وأنا يعني هنخاف منه؟ خلاص، أنا راجلي بقى عبد العال. يا دي عبد العال، أنتِ خلاص يا ولية مش قادرة تستغني عنه؟ ده الراجل الوحيد اللي حبيته بجد يا مريم. يا ولية اختشي، عيب. انتي على ذنب راجل. وبعدين انتي كده بقى بتدي السكينة لحسب الله وبتقولي له اقطع لي رقبتي. حسب الله؟ وده دخله ايه؟ واطي. يبعت فيكي بلاغ في الكراكون يقول انك عايشة مع راجل وانتي على ذمة راجل تاني. يا ندامة ونتحبس؟ ده مش بعيد يبعت فيكي بلاغ ويقول ان انتي ماشية بيتك بطال. ده اني كنت ناكله لحم ونقرقش وعاض. لا 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 يا سكينة، بالهدايا. الحاجات دي عايزه الهداوه، وبطلي بقى فتحه الصدر دي. انت كده يا اختي وغوشتيني. طب شوري عليا يا مريم نعمل ايه؟ ترجعي لجوزك يا وليه. شلها يا جوزي بقى يروح ويغيب عليا بالخمس ست اشهر وعاوزني نستناه؟
أنا يا أختي برضو بني آدمة من لحم ودم. بس أنت حرة، روحي اتفهمي معاه، خليه يطلقك وروحي اتجوزي سي عبد العال بتاعك ده. ما هو ده اللي أنا قلته وما عجبش الست. الراجل يا أختي الأهواجي اللي قدامنا بيعد علينا اللي داخل واللي خارج، هيقول إيه على التاني راح؟ الله يخرب بيتك أكتر ما هو محروم. أحمد، الحمد لله على السلامة يا أحمد. إزيك يا حسب الله؟ وحشتني، وحشتوني قوي. يا راجل الغيبة الطويلة دي، ده أنت رحت وقلت عدولي، أصل في ناس ولاد حرام لا مؤاخذة قالوا إن أنت يعني اتكلت. أعوذ بالله، دي ظروف الحرب يا حسب الله ماليش يد فيها. بس سيبك مني دلوقتي وقول لي يا جماعة عاملين إيه؟ كلهم كويسين؟ الجماعة، الجماعة كانوا قلقانين عليك قوي، ما كانوش بيناموا. الحال من بعض يا حسب الله. تصدق بإيه؟ أنا طول الليل والنهار ما بفكرش غير في سكينة، صورتها ما بتفرقش خيالي، بقول إمتى هشوفها؟ ولما كان الضرب يشتد شوية أقول يا رب يا رب أشوفها مرة واحدة وبعد كده أموت. شوف إزاي؟ أتاري القلوب عند بعضها، ده هي كمان كانت بتقول نفس الكلام. طب إحنا هنفضل واقفين كده، ما يلا نخش بينا جوه بقى. لا لا روح أنت، أنا بس أصلي ورايا شوية مصالح كده هستقضيها وأجيلك على طول. طب بالإذن يا حسب الله، بالإذن. مؤاخذة يا شيخ حسب الله، مين النطع اللي دخل جوه ده؟ ده شكله كده راجع من سفر. ده بلا قافية يعني، ده نسيبي أخو الجماعة يعني، كان في السلطة غاب هناك بقاله شهور، وقلنا خلاص بقى مش راجع، وده أنت شايف طب علينا زي القضا المستعجل لاحم ولا دستور. أهلي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. حلو المطرح ده، احسن من اللي قبله. اجرته كام ده؟ وحشتيني قوي يا سكينه، انا ما كنتش بنام طول الليل، كنت على طول بفكر فيكي. ايه ما بترديش ليه يا سكينه؟ بتقول ايه؟ ايه ده؟ ايه المقابله الساقعه اللي انت بتقابليني بيها دي؟ ايه في ايه؟ أنا عايزك تطلقني يا أحمد. أطلقك؟ ليه؟ أنا ما نقدرش على الحال ده. لا ما أنا خلاص مش ناوي أسافر تاني أبدا يا سكينة. بعد إيه؟ بعد الفاس ما جت في الراس؟ فاس إيه وراس إيه؟ إيه اللي حصل؟ فهميني. أنا معايا راجل تاني. راجل تاني؟ اتجوزت يا سكينة؟ يعني إيه؟ يعني هتتجوزي اتنين؟ ده انت كده تروحي في داهية. ومين قالك اني اتجوزته؟ ده معايا بيحبني وبنحبه واسمه على كف ايدي. بس انا جوزك يا سكينة اللي بيحبك وبيخاف عليك. ما احنا افتكرناك مت، في ناس قالولنا انك مت. اشمعنى المرة دي؟ ما انا كل مرة بغيب فيها بالشهور. اهو اللي حصل بقى. وانا ذنبي ايه؟ واني كمان ذنبي ايه؟ بس انت عارفه يا سكينه اني بحبك وما اقدرش استغنى عنك. واني بنحب عبد العال وما نقدرش نستغنى عنه. انت لو سبتيني يا سكينه هموتك وهموت روحي معاكي. لا يا روح امك، الكلام ده ما يتقاليش انا، ده اني ناكلك ونمضغك ونرميك من حنك لكلاب السكك. اصحى لنفسك وانت بتتكلم معايا يا احمد يا راجل. في يا سكينه ايه اللي حصل؟ احنا كنا عايشين مع بعض كويسين زي السمنه على العسل. بلا سمنة بلا عسل. ريح روحك، الكلام لا حيودي ولا حيجيب، وزي يا ابن الحلال ما دخلنا بالحلال نسيبه بعض بالحلال. سكينة، ايه اللي جابك هنا يا سكينة؟ انا حار نروح في ايات وحته تعجبني. انا قصدي يعني انت واقفه هنا ليه؟ جرى ايه يا محمد؟ انت هتحقق معايا؟ يلا يا حبيبي روح شوف حالك، وريني عرض قفاك. هو كان ايه اللي حصل لده كله بس يا سكينه؟ احي انت جاي تسالني دلوقتي ايه اللي حصل؟ يلا يا اخويا انا مش فاضيه لك. مش فاضيه لي؟ انت مستنيه مين هنا؟ وانت مالك؟ مستنيه جوزي. خلاص استريحت، روح بقى شوف حالك، مش عايزاه يجي يشوفك واقف معايا ولا يذبحك. مضغور بقى.
عبد العال. سكينة أخرم عملتها يا ابن اللئيمة. سكينة عبد العال. ايه حكايتك يا راجل؟ تغيب عني يومين، هو في ايه؟ عصي الكروديا كاري عليا شويه بلطجيه، منعوني من دخول الحاره. الكلام اللي بتقوله ده هو يستجري يعمل كده؟ ما هو ده اللي حصل، كانوا عايزين يضربوني يا سكينه، فضلوا تلككوا لي عشان ادخل معاهم في عركه، انا قصرت الشر ومشيت. يعني ايه؟ مش هتيجي؟ اني بنقول يعني نتقابل بره اليومين دول لحد الكروديا ده ما يغور في 60 داهيه ويسافر. انت هتيجي معايا وبقى وريني مين استاجرا يتصدر لك وانا نحش لك رقبته. الطيب احسن يا سكينه. بنقول لك ايه، ما تيجي نمشي شويه كده ناكل لقمه في اي حته، انا نفسي نفسحك يا بنت، نفسي ناخدك كده نوكلك اكله سمك في ابو قير. ماشي بس على حساب، يعني اللي هندفع ما تفرقش كتير، ما تفرقش، المهلبيه تدفع، الزبيب يدفع، ما فرقتش يا حسن. يلا بينا. استنى يا احمد. مرحبا يا حسب الله. على فين؟ طالع لمراتي. ما بلاش وجع القلب ده بقى يا احمد. يعني ايه ما بلاش يا حسب الله؟ دي مراتي بالشرع والامن، وبعدين بقالي يومين واسافر، بلاش اشوفها. طيب ابقى خدها على الهادي كده واستحمل كلامها الرزق. ربنا يسهل. تحب اجي معاك؟ انت شايف ايه؟ يعني بتهيالي هخلي ريا تتكلم معاها الاول. ولك عين تيجي هنا تاني يا جبان؟ بقى مش قادر عليا اخويا جايب له رجاله يضربوه؟ طب انا بقى اللي هنضربك. سكينة شايفه ام بديعه؟ شايفه اختك بتعمل فيها ايه؟ انا بس عامل حساب لقعدتك. كفايه كده يا سكينة، مش اصول امار يا بنت. ده مهما كان جوز الندامه ده دي هنشرب من دمه. كده يا سكينة كده بتضربين عشان حته واد ما يسويش طوره؟ عمل فيك ايه؟ لحس مخك ازاي؟ بنحبه يا ابن المؤذيه، بنحبه. انا بحبك اكتر منه. ما تلم نفسك بقى يا بارد. اختشي اختشي وخلي عندك نخوه وعزه نفس. اخي اخي يا اخي على طاعتك، انا مش عارفه كنت معاشرك ازاي. الصراحه عندها حق، دي واحدة وحشة ماشية مع راجل تاني، أنا لو منك نطلعها ونديها بالجزمة. طيب يا ليلة الأصل، وحياة أمك، لا أعرف إزاي أدبك. هتشوف يا سكينة، أنا هعرف إزاي أخد حقي. أنتوا اتخانقتوا تاني؟ يا ابني ما أنا قلت لك دي مرة بايعة، هسيبك منها. لازم يا حسب الله أخد حقي، لازم أخد حقي. دول إيه نكرة للجميل؟ الحق عليا أنا اللي توبتها ولميتها من الشوارع وسطرتها، لكن يظهر إن مفيش فايدة، اللي فيه طبع عمره ما بيعرف يبطله. وطي صوتك، بلاش فضايح. يا سلام، ولما انت خايف من الفضايح كده ازاي تسمح لراجل غريب يخش علاقته مراتك وجوزها جايب؟ بالذمة انت راجل ما تبطل تلبيخ يا جدع. انت الله ما تحترم شخصيتك. سيبني انا هعرف اتصرف معاها. يا سلام، هتلاقيني تاني يا حسب الله. لا انا مش هنام، انا هفضحكم وهصربها على دماغكم ودماغ اللي خلفوكم. انا بقى عارف ايه اللي بيحصل في البيت ده، عارف الشغل اللي بيحصل هنا. حسب الله. بنقول لك ايه، من يوم ورايح مش عايزك تكون ليك اي صله بالناس اللي قدامنا دول، ولا كانك تعرفيهم من اصل. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل انهم طلع سكالانس. سكا ايه؟ يعني ايه يا اخوي؟ سكالانس يعني اي كلام، اي كلام. والراجل اللي قاعد معايا طول النهار على القهوة ده طلع ترتور، ونسوان بيته ماشيين مشي بطال. ايه اللي بتقوله ده يا احمد؟ انا من ساعة ما سكنوا ما شفتش منهم حاجة، لا كده ولا كده، وناس في حالهم. يقول لي هو انت دريانة بحاجة؟ انت دريانة بحاجة؟ مش معقول الرجالة اللي طالعين داخلين طول النهار دول زباين عند الدلالة ولا زباين عند الخياطة؟ ليه؟ كانت فاتحة مانيفاتورة ولا فاتحة مشغل؟ حرام عليك ما تظلمش الناس، دول ناس كافين خيرهم شرهم وفي حالهم. أنا سمعت بوداني لولية اللي اسمها سكينة ديت ضربت جوزها عشان صاحبها. قال إيه والطرطور يقول على صاحبها إنه جوزها، ويقول على جوزها إنه أخوها. ها مش بقولك سكالانس. اسمعي يا ولية،
من يوم ورايح اختك دي ما تدخلش البيت ده نهائي. مش كفايه انها بتشتغل عالمه في الافراح واحنا ساكتين وقافلين حناكنا وعمالين نقول هي ايام سودة وهتعدي. عجبكم فضحتنا في الحاره؟ اودي وش فين من النام ده، حتى القهواجي طردني من القهوه وقال لي ما تجيش اقعد عندنا. ما تفلقنيش انت كمان، انا مش ناقصاك. مش كفايه الراجل اللي عايزين تضيعوه من ايديا؟ واخرتها يا سكين جوزك ومش راضي يطلقك، وعبد العال والناس عرفوا انه مش جوزك، يعني دخوله هنا هيشبهنا. حقيقه يا اختي هيشبهنا. هو احنا لسه هنتشبه؟ لا، انتوا فاكرين الناس عمي مش شايفين اللي داخل واللي خارج، ولا عارفين جوزك بيشتغل ايه؟ ما كفايه بقى وليا، ما هو كل المصايب بتيجي من تحت راسك. ليه يا اخويا؟ هو انا ماليش حق نحب ويبقى لي راجل زي بقيه النسوان؟ في الحلال يا سكين، في الحلال يا اختي. وهو انا عارفه نطول الحلال؟ ما هاني بنحبه ومش عارفه نتجوزه. خلاص، يبقى كل حي فينا يروح لحاله. ما هو لا مؤاخذه كمان، ما ينفعش نتأذى كل مره بسببك. رايح نفسك يا حسب الله، انا مش هنسيب البيت ونمشي. وزي النطع جوزي ما هو راكب نافوخه ومش عايز يطلقني، انا كمان هنركب نافوخي ومش هنمشي ومش هنسيب مطرحي ابدا. وانا بقى عندي زباين اللي يضربوا زباينكم، وابقوا فرجوني هتعملوا ايه. سلامات يا اخي، رد السلام ده السلام لله. روح الله لا يسلمكم. اهلا اهلا بالجمال واللطافه يا ست الحسن والحلاوه. ازيك يا معلم حسب الله؟ انا اللي معلم، ده انت اللي معلمه وزي القمر. لا امال فين ريا؟ ريا زمانها جاي، الزبون هنا ومستني على نار، نفسه بقى تعمري له الجوزه وتهزي له وسطك الحلو ده. هو حلو بعاد. اختش يا معلم حسب الله، رايا تزعل مني. ما تزعل ولا تشرب من المالح. هي مين دي اللي تشرب من المالح؟ مالح؟ حد جاب سيرة المالح؟ اخرتي ليه عديلة؟ الزباين زهقت وكانوا عايزين يمشوا. بنتك لسه جايالي من شوية. شوفي البيت اللي عايزة حش الأبيت ده، احنا بعتين هيجي من ساعة. واقفة عندك بتعملي ايه عديلة؟ تعال هنا يا اختي تعال. انا جاي نشوف ايه اللي بيحصل في البيت ده. بصفتك ايه؟ بصفتي جوز اخت الحرمه اللي دخلت دلوقتي. انت فاهم انها وكاله من غير بواب؟ ايوه وكاله من غير بواب. اوعى عدل يا هلا، اوعى من وش بقول. حسب الله سعيد مرعي، وريا علي همام، وسكينة علي همام،
وعديلة جابر الكحكية 6 شهور مع الشغل والنفاذ، كما حكمت على كل من أحمد إبراهيم أبو الشام ومصطفى علي حسنين وسيد عبد الأقرع وعلي فتوح أبو سنة وأم حسين سيد هاشم 3 شهور مع الشغل والنفاذ. البت بديعة لحسوا إن خبر عنها من ساعة ما حطوها في الملجأ العباسي، والتاني الآخر حسب الله مشيعه يقول لي إنه هيهج وراح يشتغل في السلطة. ما هو من يوم المخفي عربي ما راح على السلطة وساب على البرومبا مربح وبيوزع عبد العال. كلها أسبوع ونخرج، حق ده لو عمل كده أنا مش عارفة نعيشه إزاي ولا ناكله منين. ده لو عبد العال عملها نطب ساكتة، هو أنا لحقت نتهنى؟ شوف أنا بنقول إيه وهي بتقول إيه. هو أنت خلاص يا بنت البطال بقى كيف عندك؟ طب زمان كنا بنقول بكره تعالى نخرب بيتك وبكره بتاعك ده ما بيجيش ابدا. يعني الراجل اللي بنحبه يطير من ايدي يا رايا وعاوزاني نفرح، ده اخر صبري يا اختي. طب ما حسب الله اخر الصبر، ما بنعملش عليه كده ليه؟ ابي بصي لنفسك في شقفه مرايه وانت تشوفي شكلك بيبقى عامل ازاي وانت واقفه قصاد 7 البرومبا. يعني هنتخن ده احسن. اترازي يا بنت هنا اقعدي عشان تقعدي تسلمي بدني بالكلام وتلقحي عليا. بتقول لك يا بنت اترازع هنا، عايزين نشوفها نفكروا نعملوا ايه في المصيبه دي. بالك يا حيلة، أني لو نقدر كنت ندخل السجن بدلها. إيش إيش تصدق بيا حيلة، أني لو كنت موجود كنت خدت الحبسة بدلها وفديتها برقبتي. ده مين الحرمة العافية دي اللي اتولت نافوخك دي لازم مرة حلوة قوي. حلوة هي حلوة بقى، دي مهلة بيا وسببها زيادة. هي كلها كام يوم وتخرج. تصدق حيلة، أنا بنعدهم بالليالي والساعات. بس يا خسارة أنا مش هبقى موجود. عشان كده مصاريني متحاشة. يا راجل حد يشوف حرمة تولى دماغه ويهج على السلطة. واني بنهج ليه حيلة؟ الحالة غصبت خلاص، نشفي بلاش لاقيين الوضع، الحال وقف والعواطيه بيزيد يوم ورا التاني، والناس يا ولدها اللي بيفطروا بيلاقوش لقمة الغدا. بالك يا حيلة، الناس فاضل تعض في الأرض بالجوع، بيدوروا في الزبالة على لقمة عشان ياكلوها. رزق شح رزق شح، الناس ما انطفشت من بيوتها، الدكاكين فلست، أصحابها سكوها وقعدوا على أبوابها. محدش عارف يا حيلة، محدش عارف اللي جاي شكله ايه.
الفكرة دي جت في نفوخي من ساعة ما كنت بنروح لحسب الله قبل ما يصفروه. فكرة المرة دي يا رايح، مش عايزين يا اختي نتحبسوا. يا بنت اللي هنتحبسوا ولا نيلة. فاكرة الكامب اللي أنا كنت بنروح لحسب الله فيه؟ أيوة، ما أنت حكيتيه. أيوة بس ما حكيتلكيش الأهم. الكامب اللي في الوسعية ده بيقعدوا فيه المتطوعين قبل ما يصفروهم السلطة. يا اختي ما يقعدوا زي ما يقعدوا، واحنا مالنا؟ يا بنت اصطبري على رزق، احنا لو استلقطنا لنا بيت قصاد الوسعاية نضمن زباين من الرجالة اللي قاعدين دول، لا شغلة ولا مشغلة. يا اختي وحنعملوا بيهم ايه ولا حنيلوا بيهم ايه مدام عواطلية؟ دول بيعلفوهم وبيأكلوهم وبيدوهم فلوس كمان، ده غير العساكر الانجليز، فلوسهم حلوة قوي. قلتي ايه؟ خرب بيت نفوخك يا ريا، ده انت عليكي تمخيخ. خلاص انا ما عجبتك الفكرة شاركيني. نشاركك يبقى ناقصتش الا البيت. اني لقيت لكم مطرحين في بيت قريب من الجهه اللي انتوا عايزينها. مطرحين بس يا اختي؟ الراجل اللي وصيته قال لي ان البيوت اللي هناك كلها ساكنه، اصلها بيوت من اياها، وكل اللي بيشتغلوا في البيوت دي ساكنين فيها. والمطرحين دول عاملين ازاي يا اختي؟ الراجل قال لي ان في مطرحين ساكنين ومطرحين فاضيين، واحد في الاولاني وواحد في القط التاني، بس اصحابهم طول النهار في شغلهم، ما بيرجعوش غير لما الليل يتمسك. نتفقوا ولا تشوري جوزك؟ هو فين جوزي ده اللي اشوره؟ انا جوزي ما خلاص راح السلطه واللي كان كان. هو ايه اللي حصل للرجاله يا اخواتي؟ جات لهم شوطه اسمها السلطه؟ اسكتي يا مريم، ما تقلبيش عليا المواجع، داني من غير عبد العال حاسه ان الدنيا طعمها مر. يا ولية يا اختشي، ده انت متجوزه وعلى ذمه راجل. راجل؟ الراجل قال شلا يا راجل، ده نقطع، ده عيله الرجاله. انت مش كنتي اتخانقتي معاه؟ بس ساب الخرج بتاعه عندي وماشي، وفتشته لقيته جايب لي هدوم، ولقيت ورقه ب10 جاني. والله انتي لو لفتي الدنيا بحالها ما هتلاقي زي احمد رجب ده. بقى يا وليه بعد ما تشتميه وتضربيه تاخدي فلوسه وتقولي لامك في العشه ولا طارت؟ القلب وما يريد. هو انا يعني كنت عارفه اني هنشوفه عبد العال وتندهني النداهة؟ احي عليك يا بت، انتي مش ناويه تنعدلي ابدا؟ ايوه، والنبي يا اختي نصحيها اللي احنا غلبنا فيه. يعلم ربنا سكينة دي عندي ايه، داني عدها اختي. والله ربنا يديم المعروف. شاكرين افضلك يا ست. نقوم احنا بقى عشان ما نعطلوكيش. انست وشرفت، ما تبقيش تعوقي علينا يا بنتي يا سكينة. انا توحشين يا بنت. اني نقدر؟ هو اني ليا حد في الدنيا غيرك؟ ربنا ما يحرمكوش من بعض. رايا، ست رايا، تعالى مش عبد الموجود، تعالى سايبكم من صباحيه ربنا، لا حاجه اتعملت ولا حاجه خلصت. ايه حاسبي؟ تعالى يا اخويا، تعالى تعالى نطلع فوق. فوق فين؟ ايه اللي فوق فين؟ تعالى ريح فوق. اطلع اطلع، مالك في ايه؟ يو ما تطلع، مالك عامل كده؟ يو صعبان عليا في الروحه والجايه، واقفتك في ناحيه الشمس، ده انت دماغك اتقورت يا راجل. يا اهلا يا اهلا. ما تهم كده، امال فين عفيفك امال؟ يا اهلا يا اهلا، تعالى يا اخويا خش، تعالى. ما تخش يا اخوي، خش خش، ما تخافش خش. انا عايزاك تدوق طبيخ، اقعد كده وريح كل. يا اهلا وسهلا. والنبي ده انا صعبان عليا وقفتك كده طول النهار، شقف شقف. عجبك طبيخي؟ تسلم ايديك يا ست الكل. كل يا اخويا كل، واشبع واملى بطنك، في تاني. ربنا يخليكي يا كريمه يا اصيله. بص يا عبد الموجود، أنا يا أخويا عايزاك تخلي بالك وتفتح عينيك لأي حاجة تحصل تخصنا في الكركون، أصل إحنا عدونا كتير والوغش أكتر. أي حد يقدم بلاغ تقول ده كذب كذب، ده ناس بترمي بلاها وجدتها على النسوان الوحدانية. تاني هقول لهم دول أشرف ناس، والستات اللي بتروح لهم في منتهى الأدب. لا لا، أنت مالكش دعوة بالنسوان اللي عندنا خالص.
اصل دول يعني حبايبنا، المفروض عندنا كده شويه وبيمشوا على طول. بس حبايبي كتير قوي يا ست ريا، كتر قوي. حلوين يا عبد الموجود؟ هم حلوين بعقل، دول طياروا النافوخ. انت متجوز يا عبد الموجود؟ ايه؟ ومراتك فين؟ نقصد يعني هي عايشه وياك هنا؟ لا، في البلد. حلو يا عبد الموجود. دي غوله تيجي ايه جنب النشوي اللي حبايبك اشتراي؟ بلك انت لو شديت نفسك معانا كده واشتغلت معانا حلو، اني هنمنجها وهنجوزك واحده منها. طب هو ما ينفعش اتجوزك انت يا ست ريا؟ الله يخرب بيتك، ده انا متجوزه ضرف الباب لو عرف ياكلك. طب هو فين؟ انا ما شفتش حد لا معاكي ولا مع الست سكين. نصيبنا جوازاتنا مسافرين. يخرب بيوتهم، بحد يسيب القشطه دي هنا ويسافر ويهج بره؟ تاني لو مكانهم كنت هنبدلكم هنا. انت ايه شبعت ولا ايه؟ لا لسه، هو اللي يقعد معاكم يشبع ابدا؟ طب كل 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 اخويا كل كل. لو احتجت اي حاجه ما تنكسفش يا عبد الموجود. ربنا يجعله عمري يا معلمي ويديم المحبه. مع الف سلامه يا اخويا، ما تنساش بقى اللي وصيتك عليه. اطمني وحطي في بطنك بطيخه صيف. ما انحرمش مني. تسلم لي يا عبد. يخرب بيتك بقى، الجعر ده هو اللي دخل مزاجك؟ ما الرجاله قدامك يشرحوا القلب. هو انت يا بنت مخك على طول شاطح كده؟ امال كان عندك فوق بيعمل ايه؟ انا يا اختي كنت بنزغطوه ونزرفوه باللي فيه القسمه. وعلى ايه ده كله؟ مش عسكري الحته يا بنت، ولو فتح حنكه بكلمه الكراكون كله هيتقلب عندنا هنا. واتفقتي معاه؟ ايوه عليكي، انت مش شايفه خارج مدهول من كتر الاكل؟ اتاريه المنيل على عينه خارج وكرشه قد كده اهو. هو انا كنت عاوزاكي ليه؟ ايوه افتكرت، احنا يا اختي مش هنسحبه الوليه نازله على هنا، ده الزباين زهقوا من الوشوش اللي عندنا. انا بس قلقي من مخفي عرابي ده، لو رجع وشافها هيعمل لنا مصايب بسبب. ما هو فين عرابي؟ ده من ساعه ما سافر يا اختي لحس ولا خبر. ولا التاني راخر حسب الله، اللي بقاله شهر وجمعتين لا بعت مرسال ولا بعت حاجه. تلاقي يا اختي عينه زاغت على واحده من الخواجات اللي هناك. خواجات ايه يا منقوصه؟ ده حرب، هي في ناس طبعا بتروح الحرب؟ طب هي مكفوفه دي ولا ايه؟ خلاص يا اختي خلينا في الجد. هتسحبي الوليه نازله؟ هنسحبها وانا هنسيبها. انا بس مستنيه اما تجيلي برجليها نفتحوا معاها سيره القصه دي والقصه التانيه.